أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. دعا رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تكثيف العمل في الأنشطة الزراعية في موسم الأمطار الحالي من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا تقترب من الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن البلاد لديها إمكانيات هائلة لإنتاج الكثير من المنتجات الزراعية. وأولت الحكومة الإثيوبية الأولوية لإنتاج القمح عن طريق الري بهدف خفض نسبة استيراد القمح من الخارج وإنتاجه محليا. دعا مكتب رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإرهابية المستمرة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والتي تهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي. وقالت بلينسيوم المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الجمعة أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية تقوم الآن بتحالفات إرهابية والتي ستكون تهديدا ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضا لمنطقة القرن الإفريقي. وقالت بلينسيوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة الماضي أن المتحدثة دعت المجتمع الدولي إلى التنديد بالعمل الاستفزازي المستمر. وأشارت بلين كذلك إلى أن جماعات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استمرت أيضا في ترويع المدنيين في إقليم الأمهرة، مضيفة أن هذا الأمر يتميز بنهب الممتلكات وتدمير المستشفيات والمنشآت الصحية والبنية التحتية الأخرى في مسارها التخريبي. وفي حديثها عن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الجبهة لتحرير تيغراي، كشفت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء أن الجماعة فشلت في الاستيلاء على بلدة دبرة تابور بإقليم أمهرة، وقصفت المدينة عشوائيا وقتلت أسرة كاملة ودمرت إحدى المستشفيات. استسلم أحد قادة جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي العقيد جبرهيوت جبرعولا في القوات الدفاع الوطني في جبهة غازي بإقليم الأمهرة، حيث انهزم فريقه الذي كان يقوده في هجوم مضاد شنته قوات الدفاع الوطني والقوات الخاصة الأمهرية في المنطقة. وأفاد مكتب الاتصال بإقليم الأمهرة أنه تم ضبطه بحوزة الأسير عدة حسابات مصرفية وأربع بطاقات هوية مزورة وعلبة من المخدرات. واعترف العقيد للشرطة بأن العديد من أفراد فريقه قد تم القضاء عليهم حيث تشتتوا في أماكن مختلفة بعد الهزيمة. ودعا مكتب الاتصال الحكومي لإقليم الأمهرة المجتمع إلى توخي اليقظة بشأن أنشطة عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وإبلاغ الشرطة بأية أنشطة مشبوهة. أعلنت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية عن استخدام جبهة تحرير تيغراي المساعدات الإنسانية لأغراض أخرى. وقال مفوض إدارة الكوارث متوكو كاسا إن الجماعة الإرهابية تستخدم المساعدات الإنسانية التي يجب توزيعها على المواطنين في تيغراي كمؤونة للمقاتلين. فقد قامت الجماعة الإرهابية حسب المفوض في أنشطة مماثلة في الأوقات السابقة. وأوضح متوكو كاسا أن وكالات الإغاثة الدولية تتهم إثيوبيا بدون إثبات بأن الحكومة الإثيوبية تعرقل إيصال المساعدات إلى مواطنيها في تيغراي، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المصلحة في منطقة تيغراي قد طلب منهم تقديم تقارير التوزيع الخاصة بهم لكن لم يفعل ذلك أحد حتى الآن. وقال إن المواد الغذائية فائقة التغذية تم ضبطها أثناء القبض على زعيم جبهة تحرير تيغراي العقيد جبرهيوت جبرعلا في جنوب غوندر، مما يعتبر مؤشرا واضحا على أن الجبهة لا توزع المساعدات على سكان تيغراي بل تقوم بتوزيعه على المقاتلين. شارك الإثيوبيون المقيمون في المملكة المتحدة وأوروبا أمريكا الشمالية وأفريقيا في أنشطة جمع التبرعات، وذلك الجمع الذي تم كان بتنظيم من مجموعة الدفاع عن إثيوبيا بالمملكة المتحدة بالتعاون مع السفارة الإثيوبية في لندن. وفي حديثه بهذه المناسبة قال السفير الإثيوبي لدى المملكة المتحدة تفاري ملز
إن الحرب التي شنتها كل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومنظمة الشيني تعتبر خيانة عظمى للبلاد، لأنه جاء في وقت يتربص به العدو الخارجي بإثيوبيا، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية تعمل للإطالة بعمر الجماعة الإرهابية. وشدد السفير على مسؤولية الإثيوبيين في الكشف عن المعلومات الحقيقية للمجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية العامة وما تقوم به الجماعة الإرهابية من غسيل الأموال ونشر المعلومات الكاذبة. من جهتها قالت المديرة العامة لوكالة المغتربين الإثيوبيين سنة مويد داويد إن فعالية جمع التبرعات التي نظمتها منظمة الدفاع عن إثيوبيا بالمملكة المتحدة بالتعاون مع السفارة الإثيوبية في لندن تحت شعار أنقذ إثيوبيا هي مساعدة كبيرة لحملة إنقاذ الوطن الجارية في البلاد. وبحسب سلامويت فقد انضم العديد من الشبان إلى قوات الدفاع والقوات الشعبية عقب دعوة للنفير الوطني. نظم الإثيوبيون المقيمين في فرنسا والنرويج وأصدقاء إثيوبيا مسيرات للتنديد بجبهة تحرير تيغراي أمام وزارة الخارجية النرويجية. وتم تنظيم المسيرة من خلال منظمات مدنية إثيوبية وإريترية في النرويج، حيث حملت رسائل تدين تجنيد الأطفال من قبل جماعة جبهة تحرير تيغراي وما تقوم به هذه الجماعة من عملية نهب الممتلكات العامة والخاصة وتسميم الشباب وقتل أطفال العفر وقتل اللاجئين الإريتريين في تيغراي. كما رددوا شعارات مثل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جماعة إرهابية وأوقفوا دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مسؤولة عن الأزمة في إثيوبيا على مدى 30 عاما الماضية. وفي نهاية المسيرة تم توجيه رسائل إلى رئيس وزراء النرويج ووزارة الخارجية والبرلمان النرويجي والأحزاب السياسية النرويجية توضح إجراءات الجماعة الإرهابية والخطوات التي يتعين اتخاذها ضد المجموعة. وبالمثل نظم الإثيوبيون المقيمون في فرنسا مظاهرة لإظهار دعمهم لقوات الدفاع الوطني، وقد تم تنسيق المسيرة من قبل أفراد الجاليتين الإثيوبية والإريترية في باريس. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بإدانة انتهاك جبهة تحرير تيغراي لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية، ودعوا الدول الغربية إلى إنهاء الضغوطات على إثيوبيا. قام المغتربون الإثيوبيون في الولايات المتحدة بجمع أكثر من 1.7 مليون دولار لاستكمال بناء سد النهضة الإثيوبي. وشارك في هذه الأنشطة أعضاء الجالية الإثيوبية في الولايات المتحدة وفي مختلف الولايات الأمريكية. وأعرب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن السيد فوتسو مارجا عن تقديره لجهود أعضاء المغتربين الإثيوبيين لمشاركتهم في تمويل المشاريع التنموية في البلاد. وقال السفير فوتسوم أن إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كاف وتوفيره للمواطنين يرتبط بشكل مباشر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. قالت شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية المحدودة في بيان لها أنها ستنشئ موقعاً لتحويل الركاب والبضائع في إثيوبيا. وقعت شركة صناعة الفضاء الإسرائيلية المحدودة اتفاقية مع الخطوط الجوية الإثيوبية لإنشاء موقع تحويل لطائرات الركاب بوينغ 767. واستخدم مركز تحويل الركاب الإسرائيلي المزمع إنشاؤه في مركز الصيانة التابع لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في مطار أديس أبابا الذي يعتبر أكبر مطار في إثيوبيا. وقال البيان إنه سيوفر حلولا للطلب المتزايد على طائرات الشحن من هذا الطراز من الطائرة وصيانة الطائرات وتجديدها وتدريب الموظفين وتوجيههم فضلا عن الحصول على الشهادات والتراخيص. تم إعادة 378 إثيوبياً إلى بلادهم من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بينهم 231 امرأة و147 طفلاً. وفقاً لخطة الحكومة لإعادة المواطنين من المملكة العربية السعودية إلى إثيوبيا، فإن العديد من المواطنين ما زالوا يعودون إلى ديارهم بتنسيق بين الخارجية الإثيوبية والسفارة الإثيوبية في المملكة.
وكان في استقبال العائدين في مطار بول الدولي بأديس أبابا ممثل الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإثيوبية، وذلك حسب مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية. في ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يدعو إلى تكثيف الأنشطة الزراعية في موسم الأمطار الحالي وزيادة الإنتاجية الزراعية.